اسمي سعيد موسى أحمد السيد أحمد من دورة، سكان قرية الرفادي. من صغر سني وأنا بعزف على الشبابي، كانت هواية عندي. يعني ما في، يعني كيف أقول لك، كان إذا ما يوم أعزف عليها أحس شيء ناقصني، جد أحس إشي ناقصني. هسه بحكم إني كنت مع أبوي في الفلاحة ومع أبوي في الزراعة ومع أبوي مع الغنم وهنا وهنا وهنا، تولعت فيها. أما بالنسبة للرغول، الرغول تعلمته تقريبا من قبل 8 سنين تقريبا. ما كنت أعرف شو الرغول، ما كنت أعرف أضرب عليه، ما كنت أعرف كيف بصنعه، ما كنت أعرف هاي الشغلات من مرة. هسه لما تعلمت على الرغول تقريبا كان يعني ثلثين الأفراح اللي بعملهن على الرغول. لما كيف تعلمتهم اليرغول؟ تعلمته وانا مع الغنم، تعلمته وانا اسرح في الجنان واروح واجي واشوف واحضر زمارين، اشوف كيف بزمروا. ما كان في وقتنا نت، ما كان انك تطلع تخش على النت انك تطلع كيف بنصنع، كيف مين بزمر مين، هاي الشغلات ما كانت. كان يعني يوم يصير عندنا عرس كان بس خال الي اللي يزمر، كنت اقف عنده طول الليل وانا واقف عنده بس اشوف كيف بينقل اصابعه وكيف بيسوي كيف 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 الى اخره. الحين انا انفخ فيه وانقل بس ما اعرف اقلب. هذا في قلب نفس لليرغول، اليرغول اللي ما بيعرف له بضيعه، بطيح بنات ذنيه. كانت عراس زمان على البساطة وكانت أحلى من الأيام هاي. لا كان فرق موسيقية، ما كان دي جي، ما كانت الشغلات تاي كوليتها.